بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي نستألف مع صفر رقم 143 143 la page 143. إذن لير اس اكزارس قراءة تمرن عندنا يا يو. إذن نبخونو البرومي باراغراف جولي ليمو جولي ليمو. سنبخونو la liste A on a le lien يعني الرابط. نتكلموا بعد مرات على لو فيرب لي يعني انك تربط لي. اذا عندنا هنا لو لي بحال الرابط اللي تيديك لواحد الموقع مثلا واحد العنوان ديال واحد الموقع لو لي يعني هو اللي غيربطك لهذا الموقع. ثم عندنا لوميا تنقولوا سي مون ليفر او نقول سي لوميا يعني انه لي. لوميا المقصود بها ديالي. لاميان يعني ديالتي محفظة مثلا أو شيء من هذا القبيل. إذا نقول لاميان. ثم عندنا لوسيان نقول سون ليفر أو نقول سي لوسيان. إنه كتابه أو نقول هو ديالو الملكية. ما تنقولو لوسيان هذه الملكية دي. ما تنقولو لوسيان يقدر تكون أي حاجة. ولكن عندما نقول مثلا سون ليفر أولا تنعرف الموضوع هو حول الكتاب، ثانيا تنعرف بأن هذا الكتاب يعود له. أما في حالة لوسيان تنعرف بأن هذا الأمر يعود له، تنعرف بأن هناك شيئا ما يعود له لكنه غير محدد. تنقولو ديالو إلا قلت لك راه ديالو غتعرف شنو هو؟ غتعرفش. ولكن غتعرف بأن راه ديالو شي حاجة ديالو ولكن ما غنعرفش بالضبط شناهي. إذا لوسيان يعني شيء ما يعود له. ثم عندنا غياه ها؟ ماشي غير غياه لا شيء. عندما تقول جوني غياه ما عندي حتى حاجة فهمتي. غياه المقصود بها هي حتى حاجة. ثم عندنا فيا شنو فيا؟ ماشي ها؟ ماشي سيلوفاب فيا فينيغ. ثم عندنا لوتيان شنو لوتيان؟ هاك لا لوتيان ماشي تيان. تيان هذيك سلوفير تونيغ. هنا عندنا لوتيان بحال اللي قلنا في الاول لوميه ديالي انا. لوميه شي حاجه ديالي. لوسيا ديالو هو. لوتيان شي حاجه تاعك انت. شي حاجه تعود لك انت او تعود لك انت. ثم عندنا بيان. جيد بيان جيد. ثم هنا ليست بي عندنا القائمه بي عندنا لوليو شنو لوليو؟ والمكان ماشي لوليون ماشي لوليون. لوليون الاسد. لوليو المكان. نتكلم عن المكان لوليو. ثم عندنا ميو ها تنقولو سي ميو هذا احسن انه احسن. اذا ميو المقصود به احسن. ثم عندنا ليسيو شنو ليسيو؟ لوسيال ليسيو شنو هما ليسيو؟ ليسيو السماوات إلا كانوا بزاف ديال السماوات. ثم عندنا لوفيو المسن. لوفيو المسن أو القديم. أبخي هنا لو دوزيام باراغراف جونتون أو جو نونتون با ياه. جونتون أو جو نونتون با ياه. جونتون أو جو نونتون با ياه. إذا طبعا هنا تنتكلمو على جونتون أو جو نونتون با. أنا أسمع أو أنا لا أسمع. ياه سنبخونو لا بخوميييغ إيماج لو شيان. لا بخوميييغ إيماج ديزين أن شيان. كونتون برونونس لو مو شيان إسكو نونتون أو أون نونتون با لو صو ياه. إذا عندما ننطق كلمة شيان هل نسمع أو لا نسمع الصوت ياه؟ جنونتون بيان سور اون لونتون. اون لونتون يعني اننا نسمعه. اون لونتون لو صون ياه. ابخي اون لا دوزيام ايماج كو ديزين تيل كو ديزين لا دوزيام ايماج لا ميزيك ان ميزيسيان كونت اون برونونس لو مو ميزيسيان اسكو نونتون افيك او با لو صون ياه. كونت اون برونونس لو مو ميزيسيان
Est-ce qu'on entend avec ou pas le son yeah? Quand on prononce le mot musicien, est-ce qu'on entend avec ou pas le son yeah? Et quand on entend la kalimat musicien, elle se met معها ou la الصوت yeah? Oui. Bien sûr que oui. Quand on prononce le mot musicien, on entend avec, et on laisse même le son yeah. Après, on a la troisième image. Un avion. La troisième image désigne un avion. Alors, quand on prononce le mot avion, est-ce qu'on entend avec ou pas le son yeah? Non. Bien sûr que non. On entend avec le son yon et pas yon. Après, on a un pharmacien. Alors, quand on prononce le pharmacien, on entend avec le son yon. Après, on a je lis les mots classés dans le tableau. Ana aqra mada? Ana aqra al kalimat al mawjouda fi al jadwal. Classé. Je suis classé. Al-murtada. Je lis les mots classés dans le tableau. On a appris les kalimat murtada et le jadwal. On a ce tableau-là. On a des mots avec « ye » et d'autres mots avec « ye ». Avec « ye ». Nous prenons tout d'abord les mots avec « ye ». On a comme exemple un gardien. Haris. Après, on a un chien. Après, qu'est-ce qu'on a? Un indien. C'est quoi un indien? Hindi. Après, on a un chirurgien. Après, on a un pharmacien. C'est quoi un pharmacien? Saïdali. C'est l'homme qui s'occupe de la pharmacie. Après, nous prenons les mots avec eux, parmi lesquels on a, comme exemple, un vieux. Al-Moussin. Un vieux. Un vieux. Après, on a mieux. Ahsan. Après, on a le milieu. تماما هو الوسط او المكان الوسط ثم لوليو المكان ليسيو سي لو بلوريال دي مو سييل سي لو بلوريال دي سييل نو باسون او كاتريام باراغراف كيس كونا اون ا جولي لي فراز سويفونت وي جون كونستروي دوتر سور لو ميم موديل جولي لي فراز سويفونت أنا أقرأ الكلمة التالية وي جون كونستروي دوتر ثم أبني منها أخرى سور لو ميم موديل على نفس الطريقة. هنا تدابور لا بروميير فراس عندنا هنا لا مامون دون ديزوردر أ سافي إل دي كور فيت. إذا لا مامون دون ديزوردر أ سافي إذا لا مامون دون ديزوردر أ سافي الأم تعطي أوامر لابنتها. Elle dit, تقول cours vite, اجري بسرعة. إذا واش عطات الأمر ولا؟ إذا تعطي الأمر. Porte les galettes à ta grand-mère. إذا احملي الحلويات إلى جدتك. ثم reviens vite. شنو نقصد بها؟ تعالي مصري. وعودي يعني رجعي. ورجعي بسرعة. ماشي فيها يعني تعالى. أنا عندنا reviens. عندنا لو فيرب revenir. هي اجي رجع. اذا reviens vite. غنعطيو جمله بحالها مثلا تقول لو بروفيسور دون ديزوردر ان ليلاب. الاستاذ يعطي اوامر للتلميذ. كاسكو لوي دي ايل لوي دي افاس لو طابلو امسح السبوره ثم كاين كان كو دير بحالها يعني غتعطي اوامر. هذا هو المهم في هادشي كله. المهم انك تعطي اوامر يعني انك تستعمل باش تعطي الاوامر. شنو تستعمل لا بريزون باش تعطي الاوامر؟ واش تستعمل لا بارفي لو بريزون لو باسي كومبوزي او بيان لو فيتور سامبل او شنو تستعمل؟ ما
استقل أوامر شنو تقول؟ شنو تستعمل؟ حلو. اللغة العربية استقل أوامر هتستعمل المضارع شنو تقول؟ أنا أذهب أنت تذهب أمر ترى الأمر. وش الفرنسي شنو غنقولوا؟ نستعملوا لامبيغاتيف. لامبيغاتيف لامبيغاتيف هو الأمر. إذا هنا عندنا كو هذا لامبيغاتيف دو فيرب كورير هذا فعل جرى. ثم عندنا بورت سي لامبيغاتيف دو فيرب بورتي هذا لامبيغاتيف هذا الأمر ديالي بورتي. ثم عندنا روفيان سي لامبيغاتيف دو فيرب روفونيغ أولا. إذا هذا الأمر ديال فعل رجع. إذا طبعا غنستعمل في نفس الطريقة. إذا لو ماتر مثلا دون ديزوردر دون ديزوردر أن إليف إلويدي إفاسلو طابلو يمسح السبورة مثلا غيكخي لافخاز غيكخي لافخاز ثم إيكوريجلا. إذا ثم صحيحة لو بروفيسور دون أن أوردر أن إليف إلويدي باغ الادمنستراسيون يذهب إلى الإدارة أمان لا ليست ديز أبسونس أمان لا ليست ديز أبسونس يغوفيان فيت على بلاس نطرد با لا تتأخر. ممكن أنك تعطي هذه الأمثلة بعدة طرق ولا يمكن كونسيرجي واقع تسمح بدخول ولا تتأخر باغ الادمنستراسيون أمان لو بيي دونتخي أمان أفيك فو لو بيي دونتخي ثم جيب معك ورقة دخول. إذن هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.